أهلا بيكم في الجزء الرابع من سلسلة رحلة طالب إلى ألمانيا، والنهاردة هنتكلم فيه على شتولين كوليج اللي هي السنة التحضيرية. هنعرف حاجات كتير عن إيه هي بالظبط، مش كل الجامعات في ألمانيا بتقدم سنة تحضيرية، هنعرف إيه الجامعات بالظبط اللي بتقدم سنة تحضيرية، وهنعرف الفوائد بتاعتها، إيه الميزة إن أنا آخد سنة تحضيرية في ألمانيا على إن أنا آجي دايركت على البكالوريوس، وهنعرف إيه المحتوى بتاع السنة التحضيرية، كل قسم هتدرسه، إيه بالظبط المواد اللي أنت هتطلع عليها، وهنعرف إيه شروط الجامعات بالنسبة لو أنت حابب تقدم على سنة تحضيرية في ألمانيا، هيطلبوا منك إيه بالظبط، لو أنت خدت قبول سنة تحضيرية في ألمانيا وحابب تقدم مع السفاره، ايه الاوراق المطلوبه منك في الفيزا بتاعت الدراسه، وشويه تفاصيل تانيه كتير هنتكلم عليها في الفيديو النهارده. لو انت في ثانويه عامه وحابب تعرف معلومات عن السنه التحضيريه اكتر واكتر، كمل معانا الفيديو الاخر، ده فيديو النهارده فيه معلومات حلوه جدا. احب ارحب بيكم يا شباب في الجزء الرابع من رحله سلسله طالب لالمانيا. اتكلمنا على الثلاث اجزاء اللي فاتت في اتخاذ القرار وتجميع المعلومات، وبعد كده البحث عن الدراسه بالظبط، ووقفنا عند النقطه اللي احنا هنتكلم بالظبط عن الدراسه نفسها. فهنتكلم في اول حاجه عن شتولين كوليج اللي هي سنه تحضيريه، في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم عن البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باذن الله، كل فيديو هنتكلم عن حاجه معينه. لسه دور البرد شغال معايا فصوتي ممكن ما يكونش واضح، سامحوني بقى. تعالوا نبدأ كده نشوف ايه هي السنة التحضيرية. السنة التحضيرية عبارة عن كوبري او بوابة لازم تعديها عشان تقدر انك انت تكمل بكالوريوس هنا في المانيا. طب ليه انت دون على غيرك بتاخد سنة تحضيرية؟ لان التعليم بالنسبة لنا في مصر للأسف ما بيبقاش معترف بيه هنا في المانيا، اللي هو لغاية ثانوية عامة، بالتالي بياخدوا تحضير قبل الجامعة عشان يقدروا ان هو يندمجوا اكتر في الدراسة ويكملوا فيها ويدوسوا اكتر. فهي سنة تحضيرية تأهيلية، ساعات بتاخد سنة او سنتين عشان توصلك انك انت تبقى مهيأ تدرس في البكالوريوس بعد كده. لما بتيجي تقدم على الجامعة معاد بعد كده، الجامعه بتاخد درجاتك في السنه التحضيريه ودرجاتك برضو في الثانويه العامه عشان تقدر انها تديك قبول. فدي نقطه مهمه خليها في السنه التحضيريه ديت، بتتاخد في العلوم الهندسيه والعلوم الطبيه والعلوم الاقتصاديه والعلوم الاجتماعيه. يعني لو انت حابب تتخصص في ايه بالظبط، بتاخد سنه تحضيريه في الحاجه نفسها اللي انت هتتخصص فيها. فهم بيركزوا لك قوي على المواد اللي انت تقدر تاخدها بيزكس تقدر تاهلك للقسم او التخصص اللي انت حابب تدرسه بعد كده. هنيجي نتكلم برضو عن تقسيم السنه التحضيريه والمحتوى اللي بيبقى جواها، متقسمين لاربع كورسات بالظبط، تي كورس، ام كورس، دبليو كورس، جي كورس، تمام؟ دي التقسيمه دي في الهوخشوله او الفخ هوخشوله مثلا، يعني هنيجي نعرضهم كده بشكل لذيذ. في التي كورس ده مخصص لو انت هتدرس بعد كده في هندسه او حي علوم هندسيه، هتدرس فيه الماني، ماثيماتكس، فيزيكس، كيمستري وانفورماتكس، تمام؟ ده في اول واحد اللي هو تي كورس. ثاني واحد هتدرسه الام كورس، ده للقطاع الطبي او التخصص الطبي لو انت عايز تدرس طب بعد كده، ده هتدرس فيه جيرمان وماثيماتكس وفيزيكس وكيمستري، بس المختلف عن التي كورس هو البيولوجي، هتدرس بيولوجي بعد كده مش انفورماتكس. الدبليو كورس ده ليه علاقه للناس اللي عايزه تتخصص في الدراسات الاقتصاديه، يعني حاجات تبع الاقتصاد، ده هتدرس فيه جيرمان وماثيماتكس وايكونومكس وبزنس، واخر حاجه سيكيولوجي. الجي كورس وده اخر واحد ممكن تدرس فيه، ده بقى الحاجات اللي علاقه بالعلوم الاجتماعيه والادب، تدرس فيه الماني اكيد، تاريخ هيستوري، جيرمان ليتراتور، ادب الماني، سيكيولوجي وستاتستكس. فاحنا زي ما احنا خدنا بالنا في الاربعه تدرس الماني، ما في الالماني اساسي في الاربعه اللي احنا قلناهم. فلما تيجي تقدم على السنه التحضيريه لازم تكون عندك المينيمم ريكويرمنت للالماني. في بعض الجامعات بتطلب بي اينس، في جامعات بتطلب بي 2، لازم تشوف انت كل جامعه طالبه ايه بالظبط عشان تحققه. هل كل جامعات المانيا بتقدم السنه التحضيريه؟ لا، مش كل جامعات المانيا بتقدم السنه التحضيريه. في سنجاب معدي هناك، نفسي يجي اوريه لكم والله. في اخر السنه التحضيريه بيبقى في امتحان، الامتحان ده لازم تعدي فيه عشان تقدر انك انت تتأهل للجامعه اللي انت هتدرس فيها. فمهم جدا الامتحان ده ومهم جدا درجته. فالطلبه الانترناشونال التعليم في البلد بتاعهم مش مكافئ للتعليم في النظام الالماني، لازم ياخدوا السنه التحضيريه ديت عشان يقدروا ان هم يدرسوا في الجامعه. سؤال، هل تقدر ان انت تتخطى السنه التحضيريه دي وتيجي على طول على بكالوريوس؟ موضوع قشطه، مفيش مشكله. حاله واحده بس انك تقدر تتخطى السنه التحضيريه وما تجيش تدرسها، انك انت تاخد سنه واحده في الكليه في مصر، وبالترانسكريبت بتاعت السنه دي، الترانسكريبت بتاعت شهاده ثانويه عامه، تقدر انك تيجي تقدم هنا في المانيا على بكالوريوس على طول وتخش دايركت على الجامعه. بس بالاضافه لده لازم تثبت انك انت معاك اللغه اللي هتدرس بيها، سواء اللغه بالانجليزي او اللغه بالالماني، دي مهمه جدا. كل لغه ليها المتطلبات بتاعتها، ولازم تاكد بالظبط ايه الجامعه المتطلبات بتاعتها في اللغه. جامعات الطب مثلا بتبقى متطلباتها اعلى بكتير من الجامعات الثانيه، تبقى عايزه مثلا الماني احسن حاجه، الماني دي اسهل غاي يعني اعلى حاجه. حاول تتاكد من الجامعه بتاعتك انت ايه متطلبات اللغه بتاعتك. ففي المانيا في جامعات كتيره جدا بتقدم السنه التحضيريه، هذكر كده شويه امثله منها. يعني مش كل الجامعات، بس ده اللي عرفت الاقيه ان هي في الجامعات دي بتقدم سنه تحضيريه في المانيا: هايدلبرغ يونيفرستي، تكنيكال يونيفرستي اوف ميونخ، يونيفرستي اوف هامبورغ، يونيفرستي اوف كولن، يونيفرستي اوف بولن، تكنيكال يونيفرستي اوف برلين، يونيفرستي اوف دارمشتات،
University of Freiburg, University of Magdeburg, University of Göttingen, University of Tübingen, Braunschweig University of Technology, University of Bremen, University of Rostock, University of Kassel, Thomas More University, Goethe University of Frankfurt, University of Münster, University of Essen, Freie Universität Berlin, Copenhagen University. كل دي عبارة عن أمثلة من جامعات اللي بتقدم سنة تحضيرية. هل هي كل جامعات؟ لا، مش كل جامعات، بس أنت محتاج تدور عليها أكتر. هل لازم اخد السنه التحضيريه في الجامعه اللي هدرس فيها؟ لا خالص، ممكن تاخد السنه التحضيريه في جامعه وتكمل الدراسه في جامعه تانية خالص. تمام، الموضوع فلكسيبل، الموضوع مرن، مش شرط تاخد السنه التحضيريه في الجامعه نفسها. تعالوا نتكلم شويه عن فوائد السنه التحضيريه. لو انا خدتها، ايه الميزه اللي هتضيفها لي؟ السنه التحضيريه انت هتدرس الماني، طبعا هتركز على اللغه اكتر وتقدر انك انت تتقن شويه اللغه قبل ما تخش البكالوريوس، لان هي بالنسبه لك انت لما تيجي تقرر تخش على بكالوريوس وبين الماني، حتى لو انت واخد سي اينس في مصر يبقى في جاب كبير ما بين الماني اللي انت خدته ودرسته في الكتب والالماني اللي هتدرس بيه، يبقى في شوك في اول ترم او اتنين، تحس تتعود اكتر على البكالوريوس اللي انت فيه. لكن السنه التحضيريه بتاهلك انك تاخد شويه نبذه عن اللي هيحصل لك في الجامعه، فبتحضرك اكتر، فلما بتيجي تخش بعد كده بعديها على بكالوريوس بالظبط تبقى مهيئ اكتر للموضوع، تبقى دارس اكتر عن المانيا، عن المواد اللي انت هتاخدها في التخصص بتاعك، وشفت شويه من اسلوب الدراسه في المانيا عامل ازاي، بحيث لما انت تخش في اول سمستر في بكالوريوس هتقدر تدوس فيه بسرعه وتنجزه. هي دي فائده السنه التحضيريه، ان هي بتهيئك بشكل كامل وشامل للدراسه في المانيا بعد كده في البكالوريوس. كتير من التجارب اللي انا اعرفها جت على طول دايركت على البكالوريوس من مصر، ما خدتش السنة التحضيرية، فقعدت سنة واتنين وتلاتة عشان تتعود تماما على نظام الجامعة هنا في ألمانيا. وطبعا فيها برضو انك تتعرف على الثقافة الألمانية أكتر وبتعرف الأجواء أكتر قبل ما تخش في الدراسة الحقيقية اللي هي البكالوريوس، فدي ميزاتها الكبرى. بس فيها طبعا عيوب شوية. إيه العيوب يا مصطفى؟ إنك أنت لما بتيجي تدرس بيبقاش عندك وقت إنك تشتغل، بيبقى ليميتد أوي تصريح العمل بتاعك، مش هتعرف تشتغل، فهتبقى مركز على السنة التحضيرية. يبقى لو أنت عندك مشكلة في الماليات أو المصاريف، لا مش هتنفع أوي، مش هتعرف تظبط شغل مع الدراسة، الموضوع هيبقى ستريسفول عليك أوي، هتدرس كتير جدا عشان تقدر انك انت تعدي في السنه التحضيريه. اخرك هتشتغل ميني جوب، ده اخر حاجه ممكن تشتغلها، اللي هو ب 520 يورو في الشهر. تاني حاجه هي بتاخد وقت ومجهود، فصعبه جدا جدا على بعض الناس. ان نظام التعليم في مصر مختلف تماما عن نظام التعليم في المانيا، ما بقولش مين احسن ومين اسوأ، بس هي الفكره ان هم مختلفين عن بعض. لازم هيبقى عايز تبذل مجهود خرافي عشان تعدي فيها، زي بالظبط ستريس الثانويه عامه في مصر، تبقى عايز انك انت تجيب درجه حلوه جدا فيها عشان تزود قبولك في الجامعه بعد كده. ومش بس فيها بس، لا في الالماني كمان. الصعوبات اللي ممكن تواجهها وانت بتدرس السنه التحضيريه، اول حاجه هي اللغه نفسها، انك انت هتدرس بلغه تانية خالص. لو انت جاي تدرس في المانيا هتدرس في المانيا، فبتدرس حاجات طبعا المجال اللي انت هتدرسه بعد كده بالالماني، هتاخد منك مجهود اكتر عشان تتعود على اللغه، تقدر تحسن من مهارات اللغه عندك. من الصعوبات اللي هتقابلها ان انت هتدرس مواد ليها علاقه بالدراسه اللي هتدرسها بعد كده، فالمواد دي ممكن تكون صعبه انك تدرسها بالالماني او صعبه هي نفسها. حاول تهيئ نفسك نفسيا انك انت هتبذل كده كده مجهود اكبر بكتير من اللي انت كنت هتبذله لو درست اول سنه في كليه في مصر في بكالوريوس. نيجي بقى الريكوايرمنتس بتاعت الجامعات هنا عشان تقدم على السنه التحضيريه. في الغالب هي بتطلب منك شهاده ثانويه عامه معترف بيها في مصر من النظام المصري، لازم توثقها وبعد كده تترجمها عشان تبعتها لهم باللغه الانجليزي او الالماني. دي اول حاجه هيطلبوها منك. ثاني حاجه هيطلبوها منك ممكن يطلبوا موتيفيشنال ليتر، طلب تحفيزي، ممكن يطلبوا منك سيره ذاتيه، دي ورق اضافيه. بس النقطه المهمه قوي هي متطلبات اللغه، انت وصلت اللغه لحد كام؟ على اقل تقدير لازم تكون واخد بي اينس في مصر، لازم تكون مخلص البي اينس في مصر عشان تقدر انك تاخد قبول في جامعه في هنا في السنه التحضيريه. معظم نظام الشرينج فليك في المانيا بالالماني، بس في بعض المجالات بتبقى في تخصصات فيها بالانجليزي. هتيجي على الماني لازم تثبت انك انت معاك شهاده في اللغه الالمانيه تكافئ اللي هم طالبينه بالظبط، كل جامعه مختلفه عن الثانيه. لو انت حابب انك انت تتقدم على الانجليزي لازم توفر طبعا ايلتس او تويفل. في شهادات انت خدتها ممكن تكون مفيده ليك انك تقدمها مع الابلكيشن بتاعتك، زي اخدت تدريب مثلا في شركه معينه او حاجه دي. انا عارف ان الموضوع بيبقى للثانويه عامه، انا هعمل ده امتى؟ لا، بس لو في حاجه زي كده هتبقى حلوه انك انت تقدمها يعني. ونسينا نتكلم في نقطه، ان في بعض الشترينج ليج او السنه التحضيريه بيبقى ليها امتحان قبول اصلا، ما بيبقاش صعب قوي بس بيختلف صعوبته من جامعه للتانيه. فلازم تاخد بالك لما تيجي هنا انك انت هتقدم مثلا على سنه تحضيريه في جامعه 2 3 4، بحيث انك انت تاخد امتحان هنا وهنا وهنا عشان تقدر تاخد على الاقل مكان واحده فيهم انك تدرس فيها السنه التحضيريه. وخلي بالك ان العدد اللي بيقدم بيبقى مهول كبير جدا، ففرصتك قليله، فحاول انك انت ما تقدمش على برنامج تونين كوليج واحد، قدم على كذا واحد، واعرف بالظبط المواعيد بتاعتهم بيبتدوا امتى وبيخلصوا امتى، وتابع على طول الديدلاينز عشان ما يفوتكش. هي تكاليف السنه التحضيريه ما بتبقاش كبيره قوي او مختلفه عن الدراسه نفسها.
نفسها، فبتبقى في حدود 100 200 300 يورو، 400 يورو بالكتير قوي، على حسب الجامعه او المكان اللي تدرس فيها او المدينه اللي تدرس فيها. مصاريفها وتكاليف السنه التحضيريه نفسها عاليه، المبلغ ده انت بتدفعه كل ترم كل 6 شهور، فهي لا بتبقى شبيهه للدراسه في المانيا شبه مجانيه. نيجي بقى نختم باخر موضوع، ايه الاوراق اللي انت هتحضرها عشان تاخد فيزا دراسه كسنه تحضيريه انك تيجي تدرس هنا في المانيا ستودنت ليج. الحاجات اللي اقولها ديت هي من موقع السفاره مباشره، من موقع رسمي في السفاره، فهي مش هتبقى حاجه جديده قوي لو انت بصيت على التشيك ليست بتاعت الدوكيومنتس المطلوبه السنه التحضيريه، بس حابب ان ممكن ندردش عليها حاجه بسيطه. بالتفاصيل اكتر وتفاصيل التفاصيل التفاصيل هنتكلم عليها في فيديوهات جايه عن الفيزا الدراسيه بتاعت المانيا. اول حاجه مطلوبه منك هي جواز السفر الباسبور، تاني حاجه في نموذج هتملاه فورمه للفيزا نفسها، خلي بالك من النقطه ديت، ممكن تملاها على موقع فيدكس. تالت حاجه صوره شخصيه ليك. رابع حاجه هي تامين سفر مناسب، عشان لما تيجي هنا المانيا بفيزا لازم الفتره بتاعت الفيزا دي تكون التامين الصحي فيها متغطي، ولما هنا بتكمل في المانيا وعايز بقى تامين اقامه في المانيا بيبقى في نوعين، يا اما تامين خاص يا تامين حكومي، وده هنجيله في التفاصيل بعد كده. في حاجات بقى بتبقى من غرض من السفر نفسها زي السيره الذاتيه، عن انت عملت ايه لغايه دلوقتي، ما عندكش اكيد اكسبيرينس في حاجه معينه، هتكتب المؤهلات الدراسيه وبعض السكيلز اللي موجوده فيك بشكل لذيذ. تاني حاجه خطاب تحفيزي موتيفيشنال ليتر، انك انت حابب تكتب عن نفسك شويه، انت عايز تيجي تعمل هنا ايه، تكتب في الاول مقدمه بسيطه عن انت عملت ايه في مصر وناوي انك انت تيجي هنا المانيا وتكمل في ايه وتعمل ايه والبلانز بتاعتك كلها، تكتب ليه بالظبط انت مختار المجال او التخصص دوت وعندك باشون وطموح انك تكمل فيه. خامس حاجة انك انت هتقدم حاجة تثبت انك انت درست قبل كده، يعني شهادة الثانوية العامة دي مطلوبة انك انت توثقها وتترجمها عشان السفارة تقبلها قبل ميعادك انك تقدم على الفيزا، فلازم شهادة الثانوية العامة تكون مترجمة للانجليزي او الالماني، وقبل ما تترجم تكون موثقة من الخارجية ومن السفارة عشان تقدر انها تتقبل في الميعاد بتاعك بتاع التقديم على الفيزا. النقطة اللي بعد كده ان هي موافقة احد الجامعات ان انت اتقبلت فيها وهتيجي تدرس فيها اشتغل كلية سنة تحضيرية. انت لازم تثبت انك انت معاك على اقل حاجة بي اينس في مستوى الالماني، لو انت هتيجي تدرس سنة تحضيرية بالالماني وده في الغالب هيحصل، انت لازم توفر مستوى بي اينس في الالماني. بالنسبة للسفارة لو انت هتيجي تدرس بالانجليزي يكفي انك انت تكون معاك ما يثبت انك درست قبل كده بالانجليزي، لو الثانوية العامة بتاعتك بالانجليزي يبقى ما فيش مشكلة انك انت تجيب ما يثبت انك درستها بالانجليزي وده كافي للسفارة، مش لازم تعمل ايلتس او تويف. بس لو الثانوية العامة بتاعتك بالعربي يبقى لازم تجيب حاجة ما يثبت ان انت عندك مستوى لغة معين في الانجليزي لو انت هتدرس بالانجليزي، او تجيب مستوى لغة معين في الالماني لو انت هتدرس بالالماني. كل واحد يعرف بالظبط شروط اللغة بالنسبة له ايه. هنيجي بقى بعد كده لاثبات مصدر تمويل الاقامه للدراسه، وهي عباره عن 3 نقط بالظبط، يا اما تجيب لوت اكاونت حساب مغلق ب 11208 يورو، وده هينزلك في الشهر 934 يورو كل شهر لمده سنه. عشان تتفادى حوار الحساب المغلق يبقى في حاجتين بعد كده، اول حاجه يا اما تاخد منحه من جهات المانيه معتمده او من جهات مصريه حكوميه ان هي هتتكفل بالمصاريف بتاعتك خلال الاقامه بتاعتك في المانيا، وتالت حاجه ممكن توفرها ان هي ضامن مالي حد هنا في المانيا يقدر ان هو يضمنك يكون دخله مناسب ان هو يتكفل بالمصاريف بتاعتك في اول سنه. في ورقه لازم يمليها مع مكتب الاجانب هيحدد ميعاد ويروح هناك يمضي عليها ان هو ضامن ليك ماليا هنا في المانيا، ودي ظروف ودي كونديشنز هنتكلم عنها في فيديو تاني. والشخص دوت لازم يكون عنده اقامه دايمه في المانيا، ما ينفعش اقامه شغل او اقامه راس او حاجه زي كده، لازم يكون معاه اقامه دايمه في المانيا. التاشيره او الفيزا بتتكلف 75 يورو، دي تكلفتها وبس، هي دي تعتبر من متطلبات الفيزا انك انت لازم توفرها وترتب اوراقك صح، عشان انت بالنسبه للسفاره انت عباره عن شويه اوراق ما يعرفوش بالظبط مين محمد مين احمد مين محمود، هم مش عارفين مين الشخص ده، كل ما هم عارفينه ان هو شويه ورق، والورق ده لو كامل ان شاء الله باذن الله تاخد الفيزا. فاتمنى يكون فيديو النهارده اتبسطت منه، عرفتوا شويه نبذه عن السنه التحضيريه، وان شاء الله نتكلم في الفيديوهات اللي جايه عن البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. طب يعني عشان تعرف مزيد من المعلومات عن كل دراسه ممكن تدرسها في المانيا، لو في اي اسئله في نقطه السنه التحضيريه اكتبوها لي، وانا ان شاء الله هحاول ان انا ادور لكم على اجابتها لو هي مش عندي. كل التوفيق والنجاح لكل اللي هم بيخلصوا ثانويه عامه وحابين ان هم يكملوا دراسه في المانيا سنه تحضيريه او بعديها بكالوريوس، ان شاء الله كل خطوه فيها نجاح. لو انت وصلت في النقطه دي الفيديو ادعمني بقى وشجعني يا معلم كده باللايك والشير والسبسكرايب، فعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم مصطفى كاشف، سلام يا شباب.